من الفوائد التي ألمحت إليها قبل قليل وتحتاج منكم إلى انتباه وبيان وشرح، قال الحافظ: فقد نقل ابن المنذر، نقل ابن المنذر وغيره عن بعض الصحابة والتابعين المصير إلى أن النوم حدث ينقض قليله وكثيره. ما معنى هذا الكلام إخواني في الله؟ كلام سهل ميسور. تفضل. نقل ابن المنذر رحمه الله عن بعض التابعين أن النوم سواء كان قليل أو كثير واعتبار حدث ينقض الوضوء. نعم، إذا هذا نقل من ابن المنذر عن غير واحد من الصحابة والتابعين أن مجرد النوم سواء كان قليلا أو كثيرا، متمكن غير متمكن، فهو ناقض للوضوء. ثم قال الحافظ نقلا: وهو قول أبي عبيد وإسحاق ابن راهوي. هذا قول ابن المنذر، وهو قول أبي عبيد وإسحاق ابن راهوي. أبو عبيد وإسحاق من كبار علماء أهل الحديث، ويخطئ كثير من الناس عندما يظن أن أهل الحديث ليس لهم اختيارات وليس لهم فقه، فهم رؤوس كبار علماء الحديث إسحاق بن راهوي. بل ابن القيم رحمه الله ذكر في بعض مصنفاته ولعله في الإعلام أن له ترجمة، مؤلف كامل فقط في ترجمة إسحاق بن راهوي، ولكن هذا الكتاب في حدود علمي ليس بين أيدينا. قال: وهو قول أبي عبيد وإسحاق بن راهوي. إذا ما هو قول أبي عبيد وإسحاق بن راهوي فيما يتعلق بالنوم مع الوضوء في الأخير؟ النوم حدث بنفسه ينقض الوضوء وكان قليلا وكثيرا. نعم، قال ابن المنذر: وبه أقول، وبه أقول، أي هذا أيضا اختيار ابن المنذر. ويخطئ كثير من المترجمين عندما يجعل ابن المنذر مع طبقات الشافعية فيقولون هو شافعي المذهب، وهذا حقيقة يخطئ فيه كثير من الناس عندما يقرأ وصف الشافعي على بعض العلماء أو الحنفي فيقول هو حنفي المذهب أو شافعي المذهب. لا، كان هناك مدارس تدرس فيها الفقه، مدرسة الشافعية، فإذا درس فيها نسب أنه شافعي، وليس معنى هذا أن اختياراته اختيارات الإمام الشافعي. فابن المنذر من علماء الحديث الذي كان يتبنى الحكم بالدليل والبرهان. وانظر مثلا إلى ابن كثير الدمشقي، تلميذ من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية، يكتب عليه الشافعي. وابن تيمية محرر المذاهب والمجتهد المطلق، يكتب عنه حنبلي. فهذا لا صلة له بالمذهبية، لذا فإن بعض المذهبيين في هذا الزمان يقولون لابد من المذهبية، فهؤلاء هم كبار العلماء كانوا مذهبيين. هذا افتراء على هؤلاء العلماء، فهم كانوا تبع للدليل والبرهان، ولكن مدارس. شيخ الإسلام في طفولته درس في المدرسة الحنبلية، ثم درس في المدرسة الحنبلية وكان يقرر كثير من المسائل على خلاف المذهب، بل عد من المجتهدين، بل عد من أصحاب الاجتهاد المطلق. فبالتالي هذه لفتة ينبغي التنبه إليها مع قول ابن المنذر وبه أقول. قال: لعموم حديث صفوان بن عسال
يعني الذي صححه ابن خزيمة وغيره، ففيه إلا من غائط أو بول أو نوم، فذكر نواقض الوضوء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا من بول، إلا من غائط أو بول أو نوم، فسوى بينهما في الحكم، فسوى بينهما في الحكم. فبالتالي من أراد أن يفصل القليل عن الكثير يحتاج إلى دليل، من أراد أن يميز بين المتمكن الجالس وغير المتمكن فهذا يحتاج إلى دليل. وحقيقة هذه المسألة من مسائل الخلاف بين أهل العلم، وتعرض لها شيخنا الألباني رحمه الله في كتابه تمام المنة صفحة 99، وناقش المسألة بما يغنيك عن الرجوع إلى كثير من الكتب، وذكر قول الذين قالوا وحجة الذين قالوا بعدم نقض الوضوء لمن نام جالسا متمكنا، فاحتجوا بماذا؟ قال احتجوا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، فقالوا والخفق يصاحبه نوم، فنزول الرأس إلى الصدر فهذا لا يكون إلا مع النوم، وبما أنهم كانوا جالسين فبالتالي هذا يدل على أن النوم ليس كله ينقض الوضوء، وإنما من نام متمكنا أو ممكنا مقعدته من الأرض فهذا لا ينقض الوضوء. وناقش شيخنا الألباني رحمه الله هذه الكلمة وهذا الأثر بطريقتين، طريقة الرواية حيث تعرض إلى الروايات الواردة في الباب، ثم ناقشها دراية أي فقها وعلما ومعنى. ورحم الله الشيخ فقد جمع بين علم الرواية وعلم الدراية. قال لكن في مسند البزار بإسناد صحيح، هذا قول الحافظ ابن حجر ينقل الشيخ عن الحافظ ابن حجر، قال بإسناد صحيح في هذا الحديث فيضعون جنوبهم. إذا نفس الحديث الذي نحتجوا به أنهم الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ينتظرون صلاة العشاء فيتأخر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بسبب الحرص على تأخير صلاة العشاء، فكانوا جالسين. في نفس الحديث هناك رواية عند البزار فيضعون جنوبهم، فإذا لا يستطيع هؤلاء الفقهاء أن يحتجوا بهذا الأثر على عدم نقض وضوء من نام ممكنا مقعدته من الأرض. لما من يعيد الجواب لما لا يستطيع أن يحتجوا بهذا الأثر على عدم نقض وضوء من مكن مقعدته من الأرض؟ لما الآن أجبنا؟ تفضل أنت تفضل. لأنه ورد في مسند البزار بسند صحيح أن الصحابة كانوا يضعون جنوبهم غير متمكنين من الأرض. نعم، فإذا فبالتالي إذا أردتم أن لا تبطلوا الوضوء فلا تبطلوا من نام أيضا على جنبه، لأن الرواية هي فيضعون جنوبهم، فمنهم من ينام ثم يقومون إلى الصلاة. قال شيخنا الألباني رحمه الله قلت، وأخرجه أيضا أبو داود في مسائل الإمام أحمد بلغ، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يضعون جنوبهم فينامون، فمنهم من يتوضأ ومنهم من لا
يتوضأ، وإسناده صحيح على شرط الشيخين. قال الشيخ: فهذا اللفظ خلاف اللفظ الأول، تخفق رؤوسهم، فإن هذا إنما يكون وهم جلوس كما قال ابن المبارك. فإما أن يقال إن الحديث مضطرب فيسقط الاستدلال به، وإما أن يجمع بين اللفظين فيقال كان بعضهم ينام جالسا وبعضهم مضطجعا، فمنهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ، وهذا هو الأقرب. إذن ماذا اختار شيخنا رحمه الله في الجمع بين الروايات حتى لا تتعارض الروايات فيما بينها؟ ماذا اختار رحمه الله؟ تفضل. جمع الروايتين بحال الخال الحديث بعضهم من ينام جالسا بعضهم من ينام مقعدا، جمع بينهما. تتمة الجمع ليس فقط هذا. تفضل. هذا ما قال: منهم من ينام على جنبه ومنهم من ينام وهو جالس. قام فقال أنه منهم من كان يتوضأ ومنهم من كان لا يتوضأ. نعم، إذن منهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ. قال: وحينئذ أن يترتب على هذا، فالحديث دليل لمن قال إن النوم لا ينقض الوضوء مطلقا. فإذا سلمتم بهذا فهذا دليل على أن النوم لا ينقض الوضوء، لأن الصحابة منهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ. ثم أخبر الشيخ أن هناك من العلماء من قال أن النوم لا ينقض الوضوء، يعني ليس مستهجنا هذا القول، وقد صح ذلك عن أبي موسى الأشعري وابن عمر وابن المسيب كما في الفتح، وهو باللفظ الآخر: لا يمكن حمله على النوم ممكنا مقعدته من الأرض. إذا لا يمكن في حال حمل الحديث على عدم نقض نوم من نام ومقعدته ممكنة في الأرض. لما؟ لوجود الروايات أنهم كانوا يضجعون. فبالتالي إما أن تقولوا أن النوم لا ينقض الوضوء مطلقا، وحينئذ إذا قلتم نعم هو الوضوء النوم لا ينقض الوضوء مطلقا كما قال غير واحد من أهل العلم، قال وحينئذ فهو معارض لحديث صفوان بن عسال، صفوان بن عسال الذي ذكرناه قبل قليل: إلا من غائط أو بول أو نوم. إذا هكذا صار هناك تعارض بين الأحاديث، فإنه يدل على أن النوم ناقض مطلقا كالغائط والبول، ولا شك أنه أرجح من حديث أنس لأنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كذلك حديث أنس، إذ من الممكن أن يكون ذلك قبل إيجاب الوضوء من النوم. إذن لا يمكن حمله إلا أنه هذا كان في بداية الأمر وبداية الإسلام، فكان النوم ليس ناقضا للوضوء. ثم بعد ذلك ورد البيان أن النوم ناقض للوضوء. من يعيد لنا ملخص هذا الكلام السابق؟ حجة، نبدأ بحجة من قال نوع من النوم ينقض والآخر لا ينقض، ثم يناقش، ثم نخرج بالخلاصة. من يعيد الكلام ملخصا هذا الذي ذكرناه قبل قليل؟ تفضل. ذكر بعض اهل العلم ان من نام ممكن ان يقعد من الارض ان ذلك لا ينقض الوضوء. نعم، اذا هذا قول لبعض اهل العلم ان من نام ومقعدته ممكنه في الارض ان هذا لا ينقض الوضوء. الان ما هي حجتهم؟ حجتهم الحديث ان الصحابه كانت ينامون وتخفق رؤوسهم ثم يقومون يصلون ولا يتوضؤون. نعم، حجتهم ان الصحابه كانوا ينامون وتخفق رؤوسهم وبالتالي لا يتوضعون،
كيف استدلوا بتخفق رؤوسهم على أنهم كانوا ممكنين مقعدتهم من الأرض؟ كيف؟ الذي يخفق رأسه يكون جالس. نعم، لأن الذي يخفق رأسه لا يكون إلا جالسا. فماذا ناقشهم أهل العلم بهذا الاستدلال؟ أولا قال ورد في قرص هذا الحديث مسند البزار بطريق صحيح أن الصحابة كانوا يضجعون. نعم، إذن أولا ذكر الحافظ ابن حجر أن في مسند البزار بإسناد صحيح عنهم أنفسهم أنهم كانوا يضجعون، كانوا يضجعون، فمنهم من ينام ثم إيش؟ لا يقومون إلى الصلاة. فماذا يمكن الجمع بين هذه النصوص؟ أولا أن منهم من كان ينام مضجعا، ومنهم من كان ينام جالسا، ومنهم من كان يتوضا، ومنهم من لم يكن يتوضا. إذن هذا قول الأول في الجمع بين هذه الآثار. إما أن يقال أن منهم من كان ينام جالسا، ومنهم من كان ينام مضجعا، ومنهم من كان يتوضا، ومنهم من كان لا يتوضا. هذا جمع أول. ثانيا الجمع الثاني أن نقول هذا الحديث مضطرب ولا نأخذ به. نعم، أن يقال أن هذا حديث مضطرب، بمعنى تساوت الطرق متعارضة ولا يمكن الجمع بينها فتسقط، فيسقط الاستدلال بها. وبالتالي بما أنه يمكن الجمع فلا يلتفت إلى الاضطراب، فيبقى الحديث يعني محكم وصحيح. ماذا يترتب على هذا الجمع؟ يترتب على هذا الجمع قولان. القول الأول يترتب على هذا الجمع أن النوم ناقض الوضوء مطلقا. يترتب على هذا الجمع أولا القول الأول من قال أن النوم ناقض لا ينقض الوضوء مطلقا. إذا القول أن النوم لا ينقض الوضوء مطلقا، أن النوم لا ينقض الوضوء مطلقا، وهذا يتعارض. وهذا القول هل هو مهجور أم قال به من أهل العلم؟ قال لي عبد الله من أهل العلم، منه أبو الأشعري وغيره. نعم، هذا القول ليس مهجورا، وقال به غير واحد من السلف من الصحابة رضوان الله عليهم. فإذا قلنا بهذا القول ماذا ترتب عليه؟ إذا قلنا بهذا القول ماذا ترتب عليه؟ تفضل. ترتب عليه التعارض مع حديث صفوان بن عفان. نعم، إذا هذا يترتب عليه تعارض مع حديث آخر صريح بنقض الوضوء لمن نام، وهذا النوم مطلق وليس بمقيد. فإذا ما هي الطريقة الأخرى التي نسلكها حتى لا يحدث هناك تعارض بين النصوص؟ تفضل. أن النوم غير ناقض الوضوء كان من بداية الأمر، ثم بعد ذلك جاء أن النوم نوم مطلقا، ومن قال أن النوم غير ناقض إذا كان متمكنا أو غير ذلك يحتاج إلى دليل خاص. إذا أولا أن يقال أنه سهل الجمع، أن هذا كان في بداية الإسلام، فبالتالي بعد ذلك جاء الأمر بنقض الوضوء مطلقا. ثانيا أنا حديثنا قصة في إخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا من حديث صفوان في إخبار النبي. أحسن، فإذا إخبار أنس أثر، بينما في صفوان بن عسال نص مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبالتالي أولوية الحديث مقدمة على الأثر. فبالتالي إذا أخذنا أن هذا كان في بداية الأمر ثم جاء البيان أن النوم ينقض الوضوء مطلقا، اجتمع الأثر مع النص ورفع التعارض، ورفع التعارض. من يستطيع أن يلخص هذا الكلام مرة أخرى من الإخوة الحاضرين؟ أن
من يستطيع؟ إذا استمعوا إلى الشريط مرة ثانية حتى إذا طالبناكم أجبتم، لأنني أرى فقط إصبعين مرفوعين وأخشى أن هذين الإصبعين يصبحوا إصبعا واحدا. ثم قال: فالحق أن النوم ناقض مطلقا ولا دليل يصلح لتقييد حديث صفوان، بل يؤيده حديث علي مرفوعا. إذن جاء الآن تأييد لحديث صفوان بن عسال من نص آخر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث: وكاء السهي العينان، فمن نام فليتوضأ. وكاء السهي وليس السه كما ينطق به بعض الطلبة، وكاء السهي العينان، فمن نام فليتوضأ. الوكاء ما هو الوكاء؟ ما هو الوكاء؟ الرباط. نعم، الرباط، رباط السهي حتى تبتعد عن السهي. ما هو الذي يربطه؟ العينان. فإذا أغلقت هذان العينان انفك السهو، فحصل هناك ماذا؟ حصل هناك النوم، وحصل هناك نقض الوضوء. وكاء السهي العينان، فمن نام فليتوضأ. وإسناده حسن كما قال المنذري والنووي وابن الصلاح، وقد بينته في صحيح أبي داود رقم إلى النهاية. قال ثم بين شيئا مفيدا، قال: ولا يعكر على عمومه كما ظن البعض، أن الحديث أشار إلى أن النوم ليس ناقضا في نفسه، بل هو مظنة خروج شيء من الإنسان في هذه الحالة. إذن هناك من أهل العلم قال أن النوم ليس ناقضا، وإنما هو مظنة خروج الشيء. فإننا نقول: لما كان الأمر كذلك أمر صلى الله عليه وسلم كل نائم أن يتوضأ، ولو كان متمكنا، لأنه عليه السلام أخبر أن العينين وكاء السهي، فإذا نامت العينان انطلق الوكاء كما في حديث آخر: والمتمكن نائم فقد ينطلق وكاؤه، ولو في بعض الأحوال كأن يميل يمينا أو يسارا، فاقتضت الحكمة أن يؤمر بالوضوء كل نائم، والله أعلم. إذن لو قلنا أن هذا الشخص متمكن، فهذا قد يطرأ عليه أن يميل يمينا أو يميل شمالا، فكيف يعرف؟ كيف يعرف وهو نائم؟ ثم ذكر قصة جميلة عن أبي عبيد القاسم بن سلام، قال: كنت أفتي. إذن يتكلم عن نفسه القاسم، وهذه القصة ذكرها ابن عبد البر في شرح الموطأ. قال: كنت أفتي أن من نام جالسا لا وضوء عليه، أن من نام جالسا لا وضوء عليه، حتى قعد إلى جنبي رجل يوم الجمعة. إذن أبو عبيد القاسم بن سلام دخل المسجد وجلس يستمع إلى خطبة الجمعة، وجلس بجانبه رجل، وهذا الرجل ما به؟ فنام وهو جالس، فخرجت منه ريح. إذن هو مستيقظ، فتيقن من خروج هذه الريح، فقلت: قم فتوضأ. طبعا هذا في غير وقت الخطبة، إما أن يكون قبل الخطبة أو بعد انتهاء الخطبة. فقال هذا الرجل: لم أنم، كما يقول كثير من الناس عندما تنصحه قم فتوضأ يقول لك لم أنم. فقلت: بلى،
وقد خرجت من كريه تنقض الوضوء. فجعل يحلف بالله، لأن هذا الرجل ليس كاذبا، وإنما هو كان نائما لا يدري عما يحدث حوله، فجعل يحلف بالله ما كان ذلك منه، أما يخرج مني ريح؟ فبدأ يحلف الأيمان أنه، وقال لي بل منك خرج، بل منك خرجت. انظر إلى التهجم. فزايلت ما كنت أعتقد في نوم الجالس. إذن رجع عن قوله، ورأيت غلبة النوم ومخالطته القلب. التفصيل الذي ذكرناه في الدرس الماضي بالتفريق بين النعسة وبين النوم. فإذا إخواني في الله، الراجح في المسألة هو ما اختاره غير واحد من أهل العلم، أن النوم في نفسه ناقض، فالعينان وكاء السهي، فمن نام فليتوضأ. فبالتالي هذا الحديث محكم وليس بمنسوخ، ويؤيده أن هذا المتمكن كيف يعرف من نفسه أنه بقي متمكنا. فإذا يبقى حديث صفوان بن عسال على عمومه، ويلتقي مع الحديث الآخر الذي ذكرناه.